طيب خلونا نروح لمسابقة أخرى بيتم تنظيمها في الإسكندرية أيضا من أجل تمكين الشباب للمساهمة في الحد من الانبعاثات الكربونية والتكيف مع تغيرات المناخ للخروج بأفضل الأفكار لمشروعات البيئة. خلينا نتعرف على تفاصيل أكتر. معانا على التليفون الدكتورة ريهام عبد الحميد، مدير برنامج دراسات التنمية المستدامة بمكتبة الإسكندرية. أهلا وسهلا بيك دكتورة ريهام، صباح الخير. اهلا وسهلا بيكم، صباح النور. اهلا صباح وسهلا، الفل على حضرتك. نتعرف مع بعض على المحاور اللي بتركز عليها المسابقه، والمسابقه عباره عن ايه؟ المسابقه دي مسابقه كليماتون الاسكندريه اللي بتنظمها مكتبه الاسكندريه للعام الثاني على التوالي. المسابقه بينظمها برنامج دراسات التنميه المستدامه في قطاع البحث. دكتوره معلش بس الاول كده، يعني ايه كليماتون؟ كليماتون جاي من كلمه كلايمت. نعم. لان هي المسابقه دي اساسا نعم. احنا بننظمها مع كلايمت كيك، مؤسسه كلايمت كيك بالاتحاد الاوروبي، فكلايمت يعني المناخ. نعم. فهي يعني احنا بنحاول اللي هي المسابقه دي مخصوصه عشان تحديات والظاهره التغير والمناخ، واللي طبعا احنا اثرنا شايفين على كل نواحي الحياه، يعني مجال نعم. الزراعه صحيح. مجال طبعا المدن الساحلية عندنا في اسكندرية شديد تأثر بسبب ارتفاع مستوى سطح البحر، بسبب تغير المناخ، أو بسبب كلايمت شينج. نعم. فهي رجع إلى كلايمت شينج. نعم. طيب حطينا بقى في تفاصيل كليماثون زي ما سألت زميلتي منا، إيه هي أهم ما يميز هذه المبادرة؟ المبادرة دي أو المسابقة دي بتتعمل في المدن، يعني في المحافظات المختلفة. احنا بننظمها السنة دي، المكتبة بتنظمها السنة دي بالتعاون مع مؤسسة مناخ أرضنا للتنمية المستدامة ومع الاتحاد الأوروبي، مؤسسة كلايمت كيك زي ما قلت لحضرتك. الهدف منها إيه؟ إن كل محافظة أو كل مدينة في مشكلة عندها بسبب تغير المناخ، واللي هي مشكلات تغير ظاهرة تغير المناخ بترصد ظلالها في جميع المجالات: زراعة، طاقة، ارتفاع مستوى سطح البحر، صحة، مخلفات، أثرها طبعا شايفينها في كل المجالات. فبنحاول إن الشباب، موجهة للشباب من سن 18 ل 35 سنة، إن هم يقدروا يشوفوا حل لهذه، أو ما شايفين مشكلة معينة يشوفوا يحاولوا يلاقوا حل لحل هذه المشكلة من المكونات الداخليه للمحافظه، يعني من يعني يحلوا هذه المشكله داخليا في محافظتهم او في المدينه. وبتتعمل على مستوى مدن كثيره جدا في العالم. في مصر في السنه دي عندنا على مستوى 14 محافظه. السنه اللي فاتت كانت اول مره تبتدي تتعمل في مصر، وكان اسكندريه طبعا مكتبه اسكندريه كانت سباقه ان هي تنظم المسابقه دي السنه اللي فاتت، والسنه دي للعام الثاني على التوالي، وهي زي ما قلت لحضرتك تستهدف الشباب. طيب ازاي بيتم اختيار الشروط، او على اساسها الشباب بتقدم علشان تبقى موجوده في المسابقه؟ الشروط المسابقه بسيطه جدا، ان يبقى مجموعه عمل اولا مش اعمال فرديه، مجموعه عمل تبقى شباب من سن 18 او 35 سنه، مش لازم كل الفريق يبقى كده، المقدم المشروع يبقى في هذا السن. من 18 ل 35 سنه يبقوا عندهم فكره، مبادره، حاجه لحل مشكله هم شايفينها في محافظه. بس اتقدمت، اعلنا على المسابقه دي شهر اغسطس اللي فات، اتقدم عدد من المشروعات. اخذنا كل الشباب عملنا لهم تريننج او تدريب، يعني لبناء قدراتهم عن تغير المناخ، يعني ايه اهميته، مجالاته ايه، مشاكل بتاعته ظاهره عندنا في صوره ايه. وفي نفس الوقت بعد كده كان في سيشن تاني عن ازاي يكتبوا مشروع، ازاي يعمل فكره، يحول افكاره لمشروع. كل الاحوال المشاركين فايزين، يعني فازوا بتعظيم قدراتهم، وفازوا بانهم اتعرفوا على شكل مختلف، سواء للبحث العلمي سواء للتعرف على القضايا المناخيه. دي الكلمه اللي انا كنت بقولها امبارح وانا قبل اعلان النتائج، كل المشاركين فايزين، احنا بس بنطلع مركز اول مركز تاني عشان دي شروط المسابقه، بس كل المشاركين فايزين، صح زي ما حضرتك قلت بالظبط. أكيد. طيب لجنة التحكيم اختاروها على شكل أساس إيه؟ الشروط اللي بيتم اختيار اللي هيحكمه هتكون بناء على إيه؟ إحنا كنا جايبين لجنة تحكيم أسسنا في جامعة اسكندرية من كلية العلوم وكلية الزراعة، وأنا من المكتبة. كنا بنقيم المشروعات على أساس الفكرة، هل فكرة جديدة قابليتها للتنفيذ، ليها بعد علمي، او ليها مش بعد علمي، ليها بعد علمي صحيح، بتحل مشكله فعلا احنا بنعاني منها في اسكندريه، بتستعمل خامات من هنا في اسكندريه، تاثيرها على الناس ايه، وطبعا طريقه العرض وطريقه عرض الفكره. نعم. طيب دكتوره، عدد الابحاث والافكار
اللي شاركت في المسابقة كم فكرة وكم بحث، وإيه أفضل الأفكار من وجهة نظر حضرتك شايفاها اللي هي قد تساهم في الحد من الانبعاثات الكربونية؟ هو احنا كان متقدم حوالي 35 فكرة أو 35 مشروع لأول مجموعات عمل. بعد كده عملنا لهم زي تصفية بس أولية، وبعد طبعا بعد ما أخذوا التريننج المرتين دول، وبعد كده طلبنا منهم هم يحسنوا مشروعاتهم وبعد على أساس المحاضرة اللي هم كانوا أخذوها. وبعد كده تم اختيار أفضل 10 مشروعات هي اللي تم عرضها امبارح في المكتبة، وتم اختيار من ال10 مشروعات دي أفضل مشروعين. اللي هم إيه بقى؟ الحقيقه كانت افكارهم كلهم برضو لازم اقول افكار الشباب جميله جدا، ولما عايز ابداع خد من افكار الشباب. صحيح. كان في فكره اللي كسبت المركز الاول كانت ان هم بياخدوا من المخلفات العضويه اللي هو مخلفات الاكل وبقايا الاكل من شركه نهضه مصر المسؤوله عن مكتب نظافه اسكندريه، كان بياخدوا المخلفات العضويه منها بيحولوها لفحم نشط. فحم نشط ده طبعا بيدخل في معالجه الميه، بيتم استيراده بثمن غالي جدا في مصر، بيتم استخدامه في كذا حاجه في المجال الطبي في المجال الصناعي. قدروا يحولوها طبعا يعني هم حرام هم لهم 6 سنين بيشتغلوا على الفكره دي ودخلوا فيها كذا مسابقه، وكل مسابقه يعني ياخدوا فكره جديده او معلومه جديده يقدروا ان هم يطوروها. فدي اللي اخذت جائزه المركز الاول. والمركز الثاني كانت اللي هو بقى برضه مخلفات بس من الباعه اللي في الاسواق الاسواق المحليه الصغيره، الاسواق اللي عندنا في اسكندريه، مخلفات الطماطم والخيار ومخلفات الاكل برضه المخلفات العضويه بتاعتهم بياخدوها يجففوها طبعا يعني بينضفوها وكده، هم اللي بيروحوا ياخدوها من الباعه نفسهم يعني عشان يبقى النقل عليهم او سايبين لهم يعني ارقام تليفوناتهم، وبياخدوها يجففوها بواسطه الطاقه الشمسيه وشويه يعني معاهم طبعا استاذ يعني كلها نقدر نقول يا دكتوره افكار صديقه للبيئه، وزي ما حضرتك قلتي طبعًا. عاوز حلول خد من افكار الشباب طبعا، ومقوله بصيغه اخرى يمكن اينشتاين نفسه قال كده، لا يمكن ابدا ان تحل المشاكل بنفس طريقه الافكار التي تسببت فيها. ومن هنا بنتكلم على افكار بشكل مختلف، وهي افكار شبابيه خالصه لمواجهه ظاهره يمكن اصبحت بتؤرق كل دول العالم، وهي التغيرات المناخيه. بنشكر حضرتك الدكتوره ريهام عبد الحميد مدير برنامج دراسات التنميه المستدامه بمكتبه الاسكندريه.